السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة أندرويد الدراما. اليوم عندنا درس جديد للتحديث، يعني قبل كده إنه عملنا درس للروم، حاليا هي الروم سي آر درويد في الإصدار السابق. طبعا لو أنتوا سطبتوا الفلاشة هتلقوا فيها بعض الشوائب، إذا كان السخانة في الهاتف أو في تطبيقات، يعني في بعض التطبيقات ما بتكون مستقرة، أو في الأداء ذاته ما بكون أداء سلس. فتحديث النزل الأخير طبعا يعني تحديث سلس جدا وممتاز جدا. طبعا احنا بنتكلم عن أندرويد 8.1.0 أو تقريبا 0.1. فالروم طبعا يا اخوانا، انا عاوز انبه لحاجة مهمة جدا، يعني الروم الحالي بنتكلم عنه هو خاص بهاتف نو 3 طراز 9005 فقط، يعني ما حيقبل في اي موديل تاني في اداء سامسونج. وزي ما ذكرنا سابقا انه سي ار درويد طبعا يعني برومات مشهورة عالميا لأغلبية موارك الهواتف، من أغلبية الموديلات في الهواتف بالذات في السامسونج. طبعا فيه تقريبا 75% من موديلات سامسونج فيها رومات مطبوخة، ومن ضمنها الرومات بتاع سي ار درويد، رومات سيان جمود طبعا. فدايما تنتبهوا للحتة دي يعني. وبرضو عاوز ألفت الانتباه، يعني إذا كان أنا بحكي عن طراز 9005 ونزلت الرابط بتاع تحميل الروم أسفل الفيديو، فأنت يكون عندك طراز 9006، فيعني ده ما بينجح فيها لأنه أصلا ما حيسطب فيها، لأنه دايما الطرازات يعني بتاعة السامسونج بالذات بتكون فيها مسمى معين. يعني أنا في 9005 بكون هيلتي، يعني هيلتي دي تابعة لي على إصدار 9005. فأما باقي الإصدارات طبعا بيكون فيها مسمى، يعني أنت تكتب الطراز بتاعك وبعدك بيجي المسمى بتاعه بدون الحوجة لي ذكر الطراز بتاع الهاتف الخاص بك. فدي بس معلومة بسيطة حبيت أذكر الإخوة فيه عشان ما يقعوا في اللخطة. طبعا يعني الروم زي ما ذكرت روم ممتازة جدا وسلسة خالص في التحديث الأخير. نشوف الكاميرا، طبعا انا مصور ومنبطح طبعا، وشو تقرأي زي ما شايفين الرومة ممتازة خالص. برضو المشغل يعني بالذات يا اخوانا، المشغل بتاع السي ار درويد يعني من المشغلات الممتازة جدا، يعني من الرومات عفوا من المشغلات السلسة جدا وممتازة وخفيفة في الهاتف للروم. بنمشي نشوف الضبط، طبعا بنمشي للنظام طبعا زي ما شايفين، ده عايزين نعرف طبعا اصدار اندرويد فعلا اندرويد 8.1.0. العلامة بتاعة الإيد معروفة. طبعا الأبديت طبعا يعني ممكن تنظم الأبديت بتاع، إذا كان يوجد تحديث بيكون دايما يعني تعمله 15 دقيقة 30 دقيقة يوم، أو ما عاوز تعمله أصلا أنت حر، أو المهم يعني حسب الشيء اللي أنت عاوزه. اللغات طبعا يعني فيه لغات كتيرة جدا، بإضافة اللغات يعني أي لغة في العالم تقريبا موجودة في الروم. رموز طبعا صورة المؤشر تحويل، ده احنا ما محتاجين له حاليا. خيارات المتطور طبعا هنا في هو تحت التحديث، أو في وصلة بتاعة USB. بنمشي تاني لإمكانية الدخول، طبعا ما نحتاج إلا حسابات طبعا معروفة.
هنا الكنترول طبعا يا اخوانا. يعني قبل كده في واحد حكى انه دايما انه انا احكي في الرومات بتاعت الرومات المطبوخة والكنترول. انا عاوز بس اوجه له رسالة، يعني دايما في الرومات المطبوخة، يعني انت بي يعني مش عشان الإصدار الموجودة في الروم تكون أعلى من الإصدار الموجودة عندك في الهاتف، لا. يعني أنا إذا كان حبي أنا ممكن أنتظر التحديث اللي بيجي في الرومات الرسمية، وأنتظر يعني بتين ما يجي التحديث بتاعه. أو يعني دايما في الرومات المطبوخة، يعني أنا شخصيا بهتم دايما الرومات الموجود فيها كنترول، يعني اذا كان اصلا ما فيها كنترول عشان اقدر اتحكم في الهاتف بالطريقه اللي انا عاوزها، او طريقه الديزاين، او طريقه الشغل اللي انا محتاج له او المخطط له في راسي، فما في داعي ان انا يعني اركب رومات غير رسميه او فلاشات مطبوخه عشان اسطبها في الهاتف. ف يعني اتمنى من الاخ يعني يعذرني اذا كان انا دائما بحكي عن الكنترول الكنترول الكنترول، لانه هي انا بحكي عن الكنترول لانه الاصدار معروفه هي 8، يعني الامكانيات الموجوده في الفلاشات المطبوخه الايت بتكون موجوده في الاصدار الموجوده حاليا اللي بنتكلم عنها، فما في داعي لذكرها لانه اصلا بنكون اوريدي ذكرناها في اول روم لاصدار الايت. يعني فعشان كده انا ما هحكي كتير عن الكنترول، برضو حكيت عنه كتير جدا في انك تقدر تضبط الهاتف بالطريقة او بالشكل اللي انت محتاج له. فبيهمنا يعني امكانية الروم اذا كانت سلسة او لا، مستغرة او ما مستغرة في اداء البطارية زي ما ملاحظين هنا. يعني اخر شحن كان لي قبل 13 ساعة او تقريبا 13 ساعة واربع دقائق، وزي ما شايفين 71% من أداء البطارية، فممتازة جدا. فباقي الشغلات طبعا بنمشي نشوف الشاشة، طبعا مستوى السطوع ده ليلية، هنا بنقدر نتحكم في اللون زي ما عايزين. عملنا في الإضاءة الكالور طبعا زي ما ملاحظين هناك، نهار أو ليل المهم حسب الشيء اللي أنت عاوزه. طبعا حجم الخط طبعا في يعني بعض الرومات بتلقى تكبير الخط وتصغير الخط، يعني مدينك له 5%، يعني ده شيء يعني ممكن تقدر تتحكم في الخط. وبرضو يعني فيها برضو خطوط تعريض تقريبا، في خطوط طبعا في كنترول انا لاحظت عليها، يعني ممكن تضيف لي اي خط. عاوز بس اشوف وين انا، ايوه فونت هنا زي ما ملاحظين ان في خطوط، يعني ممكن تغير اي خط اللي بعجبك في الخطوط بتلقاها في الروم كنترول، ممكن تغير خط الهاتف بالكامل زي ما ملاحظين. نغير عندنا الخط بقى خط يعني كويس برضو، لا بس بالرغم انه هو كبير شوية. بنمشي نشوف الصوت. الصوت عاوز انبه يعني في تنبيه معين في اذا كان حاب انك يعني لما توصل الهاتف في الكمبيوتر او في الشاحن بتختار نغمة معينة برضه زي ما ملاحظين هنا. إذا كان وصلت الهاتف في كمبيوتر أو وصلة بتاعت USB في الشاحن، المهم في توصيل الشاحن أو خروج الشاحن في
الدوكا، يعني ممكن تختار النغمة من النغمات الموجودة في الصوت لتغيير النغمة. زي ما لاحظين عندنا كمية كبيرة جدا من الأصوات الممكن إنك تقدر توصل على الهاتف. ممكن برضو تضيف لها أي نغمة إذا كان أنت عندك نغمات موجودة في هاتفك. هي دي في خيار الصوت. طبعا في الخيار الثالث طبعا تقريبا بتعمل علامة صح هنا في الاثنين دول، وبعدك ممكن تختار هي نغمة. زي ما ملاحظين يعني انا حبيت التخزين برضو ما فيه اشكالية. طبعا سب التخزين الجبل طبعا ما فيه. تختار تأمين الشاشة، طبعا رسالة التأمين برضو ممكن تعمل اي رسالة. الحصول على جهاز لا تفعل حساب، طبعا انا ما عملت حساب. برضو جوجل الحماية برضو انا ما عملت استخدام. زي ما ملاحظين انه برضو بدينا بعض الخيارات في تأمين الحسابات الموجودة في الهاتف، تأمين الشريحة، تشفير الخدمات. يعني في حاجات كثيرة جدا ممكن تقدر تستفيد منها في الضبط. وانا ما حكيت في الكنترول الليلة عشان صاحبنا ما يقوم يزعل، فخلينا الخيار للضبط في الكنترول عشان تقدر تتحكم فيه والهاتف براك. فأتمنى إن تكون الفكرة وصلتكم والدرس عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة ليصلكم كل جديد، وأشوفكم في أمان الله.